أعرب المواطنون في مختلف المحافظات الجمهورية عن تضامن شعبي واسع مع القضية الفلسطينية، مؤكدين إشادتهم بالموقف القيادي الذي تتخذه القيادة السياسية تجاه الأحداث الحالية في فلسطين. ويعكس هذا الموقف التزاما شعبيا قويا بوقوف المصريين خلف قيادتهم ودعمهم للحقوق الفلسطينية. والله احنا بندعم الدور المصري ودور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية ومعاه في أي قرارات بيتخذها بشأن القضية الفلسطينية. احنا بندعم القضية الفلسطينية شعب وقيادة، وبندعم قرارات السيد الرئيس في دعم القضية الفلسطينية واتخاذ القرارات المناسبة لحل القضية الفلسطينية. طول عمر مصر بتدعم القضية الفلسطينية من 48، مش من السنة دي ولا من السنة اللي فاتت، طول عمرها بتدعمها وواقفة جنب منها، وياما عملنا للفلسطينيين. مصر بتقدم يعني الواجب اللي عليها بدون أي كلام وبدون أي تحفظ، وإحنا ما بنخشش من حد حاجة، إحنا بنعمل اللي يرضي ضميرنا من ناحية إخواتنا. دي إخواتنا ودي دمنا. مصر طبعًا بتعمل بكل جهدها وكل اللي بتقدر عليه بتعمله، ولو إحنا في إيدينا حاجة أكتر من كده إن شاء الله بإذن الله ونقدر نساعدهم أكتر من كده هنساعدهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. ده موقف من حوالي بتاع 75 سنة. مصر بتنصر القضية الفلسطينية، واستشهدوا كتير من المصريين في سبيل القضية الفلسطينية، وإن شاء الله على مر الزمان والمكان النصر للعرب والفلسطينيين إن شاء الله. القضية الفلسطينية دي تعتبر قضية مصر الأولى، ومصر أم الدنيا طبعا، ما بتسيبش أي 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 حد من الإخوة العرب، نظرا ل معدلات كتيرة مقاييس كتيرة تتحسب، ان اولا جزء لا يتجزا من العروبة. مصر دايما بتساعد اخواتنا في ليبيا وفي سوريا، ودايما بتدعم كل دولة عربية، وساعدت كتير في قضية فلسطين. طبعا منقوم الدور المصري بارسال المساعدات يوميا واسقاط المساعدات من الجو بالطائرات لاخواننا الفلسطينيين، وعبر معبر رفح مفتوح 24 ساعة مستديمة لإرسال وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية لإخواننا وأشقائنا في فلسطين. وطبعا دولة مصر، ما أكبر دولة عربية، هي دايما تقوم بمساعدة أشقائنا في كل الظروف. طبعا أحب أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف الأخير اللي قام بيه من اتجاه غزة، وقف الضرب في غزة، وده مش موقف جديد عليه، هو دايما بيسعى لده. أدعم سيادة الرئيس تدخله لوقف إطلاق النار في غزة ما بين فلسطين والإسرائيليين، وادعم سيادة رئيس الجمهورية في أي قرارات اتجاه نحو القضية الفلسطينية. الفلسطينيين هم أخواتنا، فاحنا دايما بندعمهم من سنين مش من دلوقتي، فمصر هي الاكثر دعما ليه. الدوله المصريه بتدعم الدوله الفلسطينيه، اهم حاجه اكتر من دعم، اهمهم الدعم السياسي. يمكن دايما الدعم الاول ويمكن كان الوحيد في الاول، الدوله الوحيده اللي حاربت من اجل الدوله الفلسطينيه، مين قدم يعني ضحايا اكتر مننا، قدمنا دماء. والدعم السياسي لما كانت مصر في كل لحظه اي مشكله كانت اللي بتتحل، الفصائل لما كانت بتختلف كان اللي لحد النهارده احنا اللي بنعمل الصلح بينهم.